عرض منتجات طبيعية هو ما تميزت به شركة جي أبي كومباني خلال مشاركتها في الطبعة 20 للصالون الدولي للصناعات الغذائية، أين أكدت حرصها على التماشي وفق استراتيجية الدولة وهو استعمال المواد الطبيعية في الصناعات الغذائية لحماية صحة المواطن. ميكروفون عادل غضبان. شركة مختصة في استيراد وتوزيع المواد الأولية لكل منتجين المواد الغذائية في العصائر، في الجبن، في البسكويت، في كل المجالات. الهدف من المشاركة في هذه الطبعة 20 من جزاكرو هو الاقتراب من المنتج مباشرة وإعلامهم بالجديد في منتجاتنا. جديد هذه السنة هو التكلم عن كل ما هو طبيعي وهيلثي والجيد للصحة. فمثلا عندنا مواد حافظة للجبن والعصائر طبيعية منتجة من طرف بكتيريا مختصة لإنتاج مواد حافظة طبيعية.